إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وأصلح نساءنا وارزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العظمة والجلال. اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نقمة يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم بارك في هذه المدينة اللهم بارك في هذه المدينة وفي كل مدن اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار ونعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير منك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.